أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو المباشر اللي من خلاله نقدم التعازي إلى الشعب الصحراوي في كل مكان. كيف ما شفتوا هناك يعني خبر متداول من مصادر مختلفة ويتعلق بالشهيد باني ولد أم سعيد المقاتل الصحراوي الذي سقط في معركة التحرير في نسختها الثانية، معركة تحرير الصحراء الغربية. قبل يعني ما نتكلم عن بعض التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع، نعزي أنفسنا ونعزي كل الشعب الصحراوي وكل مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي، نعزيهم ونعزي هذا الشعب الذي قدم الشهداء ولا يزال من أجل عدالة قضيته، من أجل أن يسترجع أرضه، من أجل أن يكون موجودا في أرض انتزعت منه القائلة من نهار من طرف المحتل المغربي. وعزي هذا الشعب الذي قدم 45 سنة من عمره، أجيال مختلفة، شهداء لاجئين، الآلاف من اللاجئين، يعني الآلاف أيضا من الموجودين في الشتات، ورغم ذلك لم يستسلم أمام شيء قاله المحتل المغربي، لم يستسلم أمام كل هذا الإصرار على انتزاع أرض ليست في ملك المحتل المغربي. هذه الأعمال الدنيئة المتواصلة المختلفة اللي على رأسها القمع والاستبداد والديكتاتورية، ويعني الانتقام من المناضلين والمناضلات، حصار المنطقة، التجويع، تغيير ديموغرافي، إغراق المنطقة بالمخدرات، أسباب يعني وعوامل وأساليب مختلفة، ورغم ذلك بقي هذا الشعب صامدا 45 سنة. اليوم يقدمه الشهيد باني ولد مسعيد رحمة الله عليه، والمسيرة يعني مسيرة الكفاح تتواصل. إذن فقط بغيت يعني نعزي أول شيء كافة الصحراويين في كل مكان، ونقاسم معكم يعني بعض المعلومات الخاصة بهذا الموضوع. الشهيد باني ولد مسعيد سقط في يعني في المعارك الجارية في منطقة بوقربة، وسقط وهو يعني في موقع الدفاع الجوي، أي في موقع كتيبة الدفاع الجوي بالناحية العسكرية الرابعة، وهناك حديث عن إصابة مقاتلين اثنين، يعني إلى حدود الآن خبر ما هو دقيق حتى يتعلق بجرح مقاتلين صحراويين اثنين، لم نتأكد بعد من هذه المعلومة. لكن على المستوى الآخر أو في الطرف الآخر، لاحظت بأنه في هذا الصباح نشرنا خبر نقلا عن حساب فيسبوك لأحد المغاربة يتحدث عن مقتل جندي مغربي في يتحدر والله ينتمي لمدينة تيفلت القريبة من الرباط، وصهروا ناشر الخبر وناشر الصورة في مقابل يعني يتكتم الاحتلال المغربي إلى حدود اللحظة عن أنه يتحدث عن القتلى في هذه العمليات، على الرغم أنه اليوم حسب ما قيل لنا أنه منذ يعني المواجهات ومنذ انطلاق المواجهات المباشرة اللي موجودة في بوقربة واللي نجمت عن محاولة الاحتلال المغربي التقدم لهذه المنطقة اللي قريبة من الوارقزيز، واللي أراد من خلالها المحتل المغربي على أنه شيد جدار من أجل منع يعني يحاول يمنع المنافذ اللي ممكن يتسلل منها مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي، لأنه حسب يعني ما وصلنا من معلومات إلى حدود الآن فقد جيش الاحتلال المغربي 17 جندي في هذه المعارك، وأكثر من 40
مصاب في منطقة بوقربة، وإلى حدود يعني منذ أول أمس إلى حدود اليوم حسب يعني ما توصلنا أيضا به معلومات، فإن سيارات الإسعاف لم تتوقف في التنقل في هذه المناطق ونقل القتلى والجرحى في وقت يتكتم فيه الاحتلال المغربي وينفي على أنه يخوض حربا، بل وينفي لعموم شعب الكليخة لأنه يوجد في وضع مريح وأن جيشه مستعد وأن يعني وقف إطلاق النار لازال مستمرا ويحاول أن يغطي الشمس بالغربال. إذن الآن يعني حسب كيف قلت لكم ما توصلنا به، فإن اليوم يعني ننعي الشهيد باني ولد مسعيد اللي قلت لكم كان في كتيبة الدفاع الجوي في الناحية العسكرية الرابعة، توفي رحمة الله عليه. الأخ صلاح البصير قام بإنجاز مقطع فيديو من أمام منزل أسرته إلى جانب يعني الضحايا الموجودين في صفوف الاحتلال المغربي، وكيف قلت لكم هناك حديث عن سقوط أكثر من 17 قتيل في هذه المعارك في صفوف جيش الاحتلال المغربي منذ أول أمس إلى نهار اليوم، وهناك يعني حديث كذلك عن أكثر من 40 جريح في صفوفه، وسيارات الإسعاف كيف قلت لكم لم تنقطع من التنقل في هذه المنطقة حسب ما وردنا هذا اليوم. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نكون معكم بإذن الله تعالى، وأذكر مرة أخرى على النوم، نحن نعزي باسمكم كافة الشعب الصحراوي في هذا المناضل الفذ الذي أعطى حياته واللي سالت دماؤه الطاهرة الزكية على أرض الصحراء الغربية دفاعا عنكم، دفاعا عن عدالة قضيتكم، دفاعا عن قضية أعطت الشهداء، أعطت الشتات، أعطت اللجوء، أعطت أجيالا يعني لا زالت تنتظر الاستقلال، ورغم ذلك لم يستسلم الجميع. إذن من كل موقع، كل الصحراويين في كل المواقع في كل الأماكن في كل يعني النقط اللي موجودين فيها يجب أن يقوموا بخدمة عدالة قضيتهم، يجب أن يساعدوا قضيتهم. إلى ما قديت تساعدون ساعدونا فقط على الأقل الناس اللي عندهم معلومات يراسلونا في بريد الصفحة، يمدونا بالصور، يمدونا بالفيديوهات، يمدونا بالأخبار اللي متعلقة بهذا العمليات من أجل باش الناس كاملة تعود على علم بسير هذه المعارك. رحم الله الشهداء والخزي والعار للمحتل المغربي، وبالتأكيد ما دعا حق وراءه مطالب، وستنتصر العدالة الإلهية في النهاية، وسيندحر هذا المحتل المغربي، وسينتهي هذا النظام الدكتاتوري الفاسد الملكي المجرم الذي نكل بالمغاربة كما نكل بالصحراويين. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر بإذن الله.